ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. إذن تحقق ما تشتهيه نفسك بالكامل. أطلب وتمنى أيها المؤمن بعد الموت. لن يستطيع أحد بعد الآن أن يؤذيك أو يضرك. ليس هناك قوة في العالم تتحكم بك إلا قوة الواحد الأحد سبحانه وتعالى. حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، ما حقيقة عالم البرزخ؟ الحقيقة هذا العالم الغامض الذي ينتظر كل واحد منا ينبغي أن نتعرف عليه. أخي الحبيب، أنت في الأحداث البسيطة التي قد تفاجئك تحاول أن تتعرف عليها وتبذل جهدا لتتنبأ ما الذي سيحدث غدا. يعني مثال بسيط، كثير من الناس يترقب حالة الطقس، درجة الحرارة غدا، سرعة الرياح، كذا كذا، ومن أجل أمور تافهة. طيب، أنت أمام حياة البرزخ التي ستدخلها شئت أم أبيت. الله تعالى يقول: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ستخوض في عالم البرزخ أخي الحبيب، فيجب أن تتعرف، يجب أن تستعد، يجب أن تتوقع ما الذي سيحدث. والقرآن كتاب الحقائق أنبأنا بكل شيء. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن أخي الحبيب، أول شيء يجب أن تتوقعه أن هناك لحظة فاصلة بين الحياة الدنيا وبين عالم ما وراء البرزخ. هذه اللحظة هي البرزخ. إذن البرزخ هو الحاجز بينك وبين حياة القبر، حياة ما بعد الموت. الموت ليس هو الفناء، هو انتقال من حياة إلى حياة، من حياة ضيقة هي الحياة الدنيا إلى حياة أوسع بكثير هي عالم البرزخ. القوانين مختلفة هناك. هناك لا يوجد مرض، لا يوجد فيروسات، لا يوجد أحد يتحكم بك. هناك لا يوجد من يساعدك، لا تستطيع أن تعمل الخير أو الشر. هناك ستكون أسيرا لعملك. عملك الذي تقوم به الآن وكلامك الذي تتكلم به الآن هو الذي سيسيطر عليك في عالم البرزخ. الفواحش والربا والزنا والعياذ بالله، والنظر إلى النساء بما حرم الله، والغش والكذب وإيذاء الناس والنميمة والحسد، كل هذه الأعمال السيئة ستكبلك في عالم البرزخ، ستكون وسيلة لتعذيبك في عالم البرزخ. بينما عندما تقف وتدعو إلى الله، عندما تقف وتقول آمنت بالله، ثم تستقيم على التعاليم التي أمرك الله بها، وتعاليم الإسلام بسيطة جدا أيها الأحبة، كل ما ينفعك، كل شيء ينفعك، اعلم أنه قد أمرك الإسلام به. كل شيء يضرك هو حرام باختصار شديد. هذا هو الإسلام، دين يحقق لك المنفعة في الدنيا والسعادة لحظة الموت، وحياة مطمئنة في عالم البرزخ، وجنات النعيم يوم القيامة. إذن أخي الحبيب، لحظة خروج الروح ستجد أن جسدك
سيسحب منك إلى الدنيا، سيسحب منك إلى هذه الدنيا الفانية، سيبقى في هذه الدنيا. الذي سيخرج هو النفس، إما أن تكون نفسك أمارة بالسوء، وإما أن تكون نفسك مطمئنة وتكون نفسك هادئة، وتكون هذه النفس يرضى الله عنها، فيقول الله لها: يا أيتها النفس المطمئنة. تخيل نفسك أخي الحبيب للحظة أن الله يناديك بعد الموت، تخيل أن الله يقول لك بعد الموت: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. كم كمية السعادة التي ستحصل عليها في هذه اللحظة، كم ستكون نفسك مطمئنة وهادئة وتعيش في نعيم دائم. بينما بالمقابل انظر أخي الحبيب، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إجابة قاسية جدا، نسأل الله ألا نتعرض لها. يقول: يا رب ارجعني، أريد أن أعمل صالحا، نسيت، شغلتني الدنيا، شغلتني الهموم، شغلتني النساء الأولاد، شغلني حب الدنيا. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. مجرد أن خرجت هذه النفس ستدخل في عالم ما وراء البرزخ، وهو عالم واسع جدا، فيه مليارات الأنفس، فيه أشياء لا يعلمها إلا الله. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هل تحب أن يكون لك هذا المصير؟ يقال لك: كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هل تحب أن يقال لك: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون؟ هل تحب أن تجزى عذاب الهون، أي الذل؟ طب والله القضية غير، لا تستحق هذه الحياة، والله أيها الأحبة هذه الحياة الدنيا لا تستحق أن تبيع نفسك ودينك وآخرتك من أجل دنيا مليئة بالمرض، مليئة بالهم، مليئة بالمشاكل. سأحدثكم أيها الأحبة الآن عن حياة البرزخ بالنسبة للنفس المطمئنة المؤمنة. لن يكون هناك أحد يتحكم بك بعد اليوم. المتحكم هو الواحد القهار سبحانه وتعالى. سوف ترى الملائكة بأجمل صورة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. إذن لا يوجد خوف. هذه الآية لحظة الموت أخي الحبيب، ولا تحزنوا، لا يوجد حزن. إذا تخلصت أخي الحبيب من الحزن والخوف أنت في قمة السعادة. نحن الآن ما الذي يعكر حياتنا؟ الخوف والحزن شيئين. الخوف مما سيأتي، نخاف، هل هناك غلاء؟ هل هناك مرض؟ هل هناك وباء؟ هل هناك كارثة؟ هل هناك حرب؟ إلى آخره، نخاف خوف. والذي يعكر صفاءنا وسعادتنا الحزن على ما مضى، على مريض، على خسارة، على
الفشل على مشكلة معينة، مشكلة أسرية أو غير ذلك، أو في العمل أو أو أو، فإذا تخلصت من الخوف من المستقبل وتخلصت من الحزن على الماضي ستعيش حياة مطمئنة بشكل دائم. إذن أول كلمة ستسمعها عندما تبدأ بالدخول في عالم البرزخ ما هي؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا، إذن ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تم القضاء على الخوف والحزن فتكون في حالة هادئة مستقرة، تأتيك البشرى بجنات تجري من تحتها الأنهار. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. إذن تحقق ما تشتهيه نفسك بالكامل. أطلب وتمنى أيها المؤمن بعد الموت، لن يستطيع أحد بعد الآن أن يؤذيك أو يضرك. ليس هناك قوة في العالم تتحكم بك إلا قوة الواحد الأحد سبحانه وتعالى. إذن حياة البرزخ حياة جميلة ورائعة وهادئة بالنسبة للمؤمن. بالنسبة للكافر والعياذ بالله، حدثنا القرآن عن حياة البرزخ، قال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. أسوأ عذاب يمكن أن يتعرض له الإنسان هو عذاب البرزخ. وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن في عالم البرزخ إذا كنت ممن شغلته الدنيا عن الله وأكل المال الحرام واستمتع بهذه الدنيا ونسي الموت ونسي لقاء الله، اليوم فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ستعرض أمامك النار كل يوم غدوا وعشيا، والزمن يمر بطريقة مختلفة كما قلنا على الميت. في عالم البرزخ الزمن مختلف، قد يكون في كل ثانية هنا غدو وعشي، نحن لا نعلم، الله أعلم. إذن هل تحب أن يكون هذا مصيرك أخي الحبيب؟ إذن خلاصة هذا اللقاء: لا تهتم أخي الحبيب بموضوع عالم البرزخ وما الذي سيحدث، اهتم الآن بعملك الآن منذ هذه اللحظة. قل: أنا سأستقيم على التعاليم التي أمرني الله بها سبحانه وتعالى. احفظ هذه الآيات جيدا، رجاء احفظها كل يوم، كررها في كل لحظة، كررها. إذا آذاك إنسان تذكر هذه الآيات لتعفو عنه، إذا أصابك ضر تذكر هذه الآيات لتعينك على الصبر، إذا أصابك مرض تذكر هذه الآيات واصبر لتكون من هؤلاء: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذن إذا أردت أن تبلغ هذه المنزلة، ابدأ منذ هذه اللحظة بالدعوة إلى الله، بنشر العلم النافع، بإيصال معلومة نافعة للناس يحتاجون إليها في هذا العصر المظلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دعاة إليه بالخير، وأن يجعلنا من الذين قال الله فيهم: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم
ولكم فيها ما تدعون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.